بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة النهاردة عن حاجة اسمها الـ Basic Characteristics of Computer Network. دي بنعتبرها المحاضرة التمهيدية للـ Network Analysis and Design، اللي هو أنا بناء عليها ببدأ أشوف أو أحلل طبيعة النتورك دي شغالة إزاي، وأقدر أقول إن النتورك دي أقدر أحكم عليها إن هي شغالة بشكل very effective or not يعني. فأنا أول حاجة بتعلمها في الأناليسز أند ديزاين هي البيزك كاركترستكس، هي السمات الرئيسية أو الصفات الرئيسية لأي كمبيوتر نتورك عشان أقدر أحكم عليها. دي مبدئيا كده لازم أبقى عارف البيزك كاركترستكس بتاعة أي كمبيوتر نتورك، ودي اللي إحنا هنبدأ نجو ثرو إت إن شاء الله. عندي الكاركترستكس اللي انا بقدر احكم بيها على اي كمبيوتر نتورك، عندي 4 محاور اساسيه. عندي حاجه اسمها الفولت توليرنس، عندي حاجه اسمها الاسكالابيليتي، عندي حاجه اسمها الكواليتي اوف سيرفيس، وعندي حاجه اسمها السكيورتي. الفولت توليرنس ببساطه شديده جدا هي عباره عن ازاي اتعامل مع الاخطاء، يعني ازاي يحصل خطأ عندي في النتورك رغم ذلك النتورك تكمل وتشتغل وتبقى شغالة، مش النتورك كلها يحصل فيها فيلير أو إن هي تقع. لا، ده معنى أو مفهوم الفولت توليرنس، معناها إن أنت إزاي بتقدر تتعامل مع الأخطاء جوه النتورك، والنتورك لما بيحصل خطأ في نود أو 2 أو 3 النتورك كلها على بعضها ما تقعش. دي كاركترستيك مهم او يعني من السمات الاساسيه اللي انت بناء عليها تبدا تقول ان الديزاين ده اللي انت عامله ليه النتورك ده اللي انت عاملها سليمه ومظبوطه وافكتيف بنسبه كبيره جدا. تاني حاجه اسمها السكيلابيليتي. السكيلابيليتي معناها ان انت عندك، لما بقول ان الحاجه دي سكيلابل معناها ان انا بقدر احكم على الحاجه ان الحاجه دي مهما تكبر البرفورمانس بتاعها او ادائها ما بيتغيرش، ما بيتاثرش، ما بيقعش، بتستيل بتبرفورم او بتؤدي بشكل نورمال، بشكل طبيعي جدا. فدي بيسموها السكيلابيليتي. يعني انا عندي في النتورك بتاعتي 20 نود، فجاه طلب مني ان انا ازود على النتورك 10 نودز، فالمسج كانت بتتبعت وليكن ما بين اي سندر وريسيفر جوه النتورك في خلال ثانيه. فانا عشان اقول النتورك بتاعتي سكيلابل، لو انا ضفت 10 نودز فالمسج ستيل تتبعت في ثانيه برضو زي ما هي. فلو ده حصل يبقى انا كده عندي النتورك بتاعتي سكيلابل. سكيلابل معناها ان انت لما بتزود السكيل بتاع النتورك بتاعتك ستيل هي بتبرفورم او بتؤدي بشكل طبيعي ونورمال ومش بتتاثر. تالت حاجه اسمها الكواليتي اوف سيرفيس، هي ان انت لما بتوصل الداتا توصلها بشكل مظبوط، مفيش لوس للداتا او للانفورميشن، بيحصل ان انت عندك الكفاءة بتاعت النتورك نفسها والبرفورمانس بتاعها بيبقى عالي. رابع فاكتور مهم حاجة اسمها السكيورتي. السكيورتي اللي هو درجة الأمان نفسه. درجة الأمان نفسه اللي هو إيه؟ درجة الأمان نفسه اللي هو إن أنت جوه النتورك عشان تقول لازم تكون النتورك بتاعتك سكيور. سكيور يعني إيه؟ يعني النتورك نفسها تكون آمنة. آمنة بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنت مفيش حد بيشوف الداتا ما بين السندر والريسيفر، معناها إن الداتا توصل للريسيفر بشكل سليم، معناها إن في سرية في الموضوع، مش أي حد يدخل يقدر يشوف الداتا اللي مبعوثة. فدول 4 كاركترستكس، طبعا احنا يعني هنجو ثرو سلايدز نفهمه، بس دول 4 كاركترستكس اللي انت بتقدر من خلالهم تقدر تقول على النتورك بتاعتك ان انا فعلا لازم احققها، او انا لما باجي اعمل اناليسز للنتورك بتاعتي لازم ابص على ال4 محاور الاساسيه دول. هي فولت توليرنس. فولت توليرنس معناها ان لو حصل عندي اي مشكله في الشبكه بتاعتي اقدر في مشكله النتورك نفسها بتبيهيف بشكل نورمال وطبيعي جدا. سكيلابيليتي معناها ان انا لو حصل وزودت نودز معينه يبقى النتورك بتاعتي سكيلابل، اقدر ان انا اعيد بيها نودز تانية وستيل النتورك بتبرفورم بشكل طبيعي جدا. تالت حاجه اسمها كواليتي اوف سيرفيس. كواليتي اوف سيرفيس اللي هي كفاءه الخدمه. كفاءه الخدمه معناها ان انا عندي النتورك بتاعتي
فيها كفء، كفء بمعنى ان انا عندي النتورك بتاعتي بتبيهيف بشكل الكواليتي بتاعته عالية، بحيث ان انت ما بيحصلش لوس اوف داتا، ما بيحصلش حاجات كتيرة جدا. رابع حاجة اللي هي السكيورتي، وهي درجة الامان جوه الشبكة بتاعتي، ان انا بقول ان النتورك بتاعتي سكيور، فمعنى كده ان الداتا نفسها امنة. الفولت توليرانس يعني تعريفها بقى في الانجليش ان هي ذا ابيليتي، القدره بتاعه النتورك تو كونتينيو وركينج، يعني هي تشتغل وتكمل شغلها عادي ديسبايت فيليرز، يعني برغم ان بيحصل فيها مشاكل او فيليرز او مشاكل في النتورك بتاعتي، او بيحصل فيها دروبات في النتورك. رقم اتنين، ان انا بانشور ان نو لوس اوف سيرفيس، يعني انت ما فيش السيرفيس ما ضاعتش، انا هاخد سيرفيس في النهايه. انا طالب موقع نتيجه الثانويه العامه، يبقى انا هاخد موقع نتيجه الثانويه العامه، يبقى ما فيش لوس اوف سيرفيس، ما فيش فقدان للخدمه. لا، ده انت رغم ان في مشكله في النتورك، ورغم ذلك ان انت هتاخد الخدمه اللي انت داخل عشان تشوفها. فدول الحاجتين. يبقى الفول تورنس معناها ان انا بكونتينيو وركينج، بكمل شغلي رغم ان في فيليرز في النتورك، وبانشور ان مفيش لوس اوف سيرفيس. يعني دايما انا مجرد ان انا عايز اخد خدمه معينه من الويب سايت ده او من الويب سايت ده، وعايز ابلود داتا او الكلام ده كله، في سيرفيس انا باخدها. ده يعني اكزامبل كده على الكمبيوتر نتورك. هو بيأسيوم ذات ذير از ا فيلير ان سام لينك، وليكن ده ذا نتورك ماست بي بروسيد تو proceed to and able must able to proceed and deliver، يعني رغم ان في failure في النود دي، ورغم ذلك ان المسج لو اتبعتت من حته هيبدا ياخد روت تاني لحد ما توصل للسيرفر ويبدا يرد عليا. فدي معنى كده ان انا عملت ايه، ان انا عملت انشورنج للخدمه، ان انا عملت انشورنج ان النتورك بتاعتي بتسبورت الفولت توليرنس. الحاجة اللي بعد كده حاجة اسمها السكيلابيليتي. طالما انا بتكلم عن السكيلابيليتي، يبقى انا بتكلم عن جرو. جرو يعني ايه؟ يعني نمو. يعني انا بيبقى عندي الشبكة بتاعتي بتنمو، فيها 15 نود بقوا 30 نود بقوا 40 نود بقوا 120 نود. ده سكيلابيليتي، يعني انا كده عمال بكبر بتوسع، النتورك بتاعتي عمالة تنتشر وتكبر وتتوسع والكلام ده كله. فالسكيلابيليتي دي معناها هي القدرة to grow based on needs، ان انا ببدأ انمو based on needs، based على الاحتياجات بتاعتي. ولكن الحاجة الكونديشن المهم اللي لازم يتحقق، ان انا لازم يبقى عندي good performance after growth، يعني لازم يبقى عندي كفاءة الشبكة نفسها تبقى عالية بعد ما بيحصل الجروث ده. يعني لازم ان انا، مش الفكرة ان انا اضيف نودز وخلاص، لا، ده انا بضيف النودز دي وكفاءة الشبكة لسه محتفظة بنفسها. لو ده حصل، التو كونديشنز دول حصلوا، معناها ان انا بحقق الاسكيلابيليتي، معناها ان النتورك دي بتحقق الاسكيلابيليتي. يبقى انا كراجل بعمل نتورك اناليسيس، فهمت وعرفت ان النتورك بتاعتي بتسبورت ايه الاسكيلابيليتي، او هي سكيلابل يعني. تالت حاجة او تالت كاركترستكس، اللي هي من الكاركترستكس المهمة، اللي هي كواليتي اوف سيرفيس، اللي هي جودة الخدمة، ودي مهمة جدا. جودة الخدمة دي بتنشور ان انت عندك ما بيحصلش داتا لوس، يعني انا بعت لك مسج بشكل معين، يبقى المسج دي هتوصل بشكل معين، ما بيحصلش ديلي، ما بيحصلش تأخير. يعني هو الريسيفر متوقع ان هي المسج بتوصل في 3 ثواني او في ثانية او في نص ثانية، يبقى هي لازم توصل كده، ما ينفعش ان يحصل ديلي، تحس ان المسج توصل كانت اللي بتاخد ثانية تاخد دقيقة، ده كده ديلي. لو set priorities اللي هي اولويات جوه النتورك بقى، البريوريتي اللي هي جوه النتورك عشان اقدر ان انا ابعت واستقبل المسج بتاعتي. فده اللي بيضمن لي الكواليتي اوف سيرفيس، يعني اللي بيضمن الكواليتي اوف سيرفيس ان انا ما عنديش داتا لوس، ما عنديش خساره او فقدان في الداتا. لا، ده انا بعت لك جمله معينه على الشات، يبقى هي بتوصل نفس الجمله بالظبط، ما عنديش ديلي، ما عنديش ديلي، ما عنديش تاخر. ما ينفعش ان انا ابعت لك المسج انت تستقبلها في وقت كبير جدا، فده ديلي او يعني تاخير في استلام الداتا. لو طبعا انا بناء عليها بضمن ان الكواليتي اوف سيرفيس وان النتورك بتاعتي شغاله مظبوط. وده ثالث سمه اساسيه من السمات او البيزك كاركترستكس اوف كمبيوتر نتورك، انا ببص عليها
عشان خاطر أتأكد إن الشبكة بتاعتي بتعمل بكفاءة. آخر حاجة، حاجة اسمها السكيورتي، ودي طبعا يعني إيه، ناس كتيرة طبعا انترستد بالتوبيك من بره أصلا بتاع السكيورتي. السكيورتي معناها هي درجات الأمان اللي أنا بديها جوه النتورك بتاعتي. طبعا السكيورتي ده موضوع كبير جدا يعني، ولكن هو كاركترستيك انت بتبص عليه كراجل بيعمل نتورك اناليسيس، انت بتبص عليه من بره ان هو القدره على ان انا ابريفنت ان اوثورايزد اكسس. ان اوثورايزد اكسس يعني ايه؟ يعني حاجه انت مش مسموح لك ان انت تاكسسها جوه النتورك. وليكن في عندي مديرين وموظفين، المديرين دول مسموح لهم انهم يشوفوا واحد اتنين تلاته، ما ينفعش موظف يشوف الحاجه اللي بيشوفها المدير. لو الموظف شاف الحاجة اللي هو بيشوفها المدير فده ان اوثرايزد اكسس، كده انا عملت بريكنج للسكيورتي دي، عملت سكيورتي بريتش، داتا بريتش. فانا نفس القصة، ده اسمه ان اوثرايزد اكسس. الميس يوز هو سوء الاستخدام للنتورك ريسورسز، ده برضو محتاج ان انا امنعه. والفروجري اللي هو تزوير البيانات قبل ما توصل للريسيفر. تزوير البيانات هي ان الداتا، في داتا ما بين السندر والريسيفر، بروح انا جاي في النص عام مغير شكل الداتا اللي هتوصل للريسيفر عشان يحصل اكسبكتد بيهيفير، او يعني حاجه معينه في دماغي انا محتاج ان انا اللي احققها. الفروجري هو ان انت بتعمل تزوير للبيانات او للمعلومات اللي هي بتوصل من السندر للريسيفر. طب ايه من درجات السكيورتي؟ ايه اللي بيحصل؟ هي الابيليتي ان انا ببروفايد كونفيدنشالي، ان هي السريه ما بيني وما بين السندر والريسيفر، انه بيبقى في سريه معينه، في درجه من السريه، ما ينفعش ان حد تاني جوه النتورك متصل بيا يشوف الداتا اللي انا باعتها للريسيفر. لا، هي الداتا انا باعتها من سندر 1 لريسيفر 1، يبقى بتوصل بشكل مظبوط من سندر 1 لريسيفر 1. دي معناها كده دي السرية. الانتجريتي هي معناها درجة سلامة الداتا، وده فاكتور مهم جدا، هي سلامة الداتا نفسها، الداتا نفسها واصلة كاملة وواصلة بالفورمات بتاعها الصح وبشكلها الصح وبالسايز بتاعها والكلام ده كله، بيسموها الانتجريتي، الداتا انتجريتي، او يعني هو بيسموها درجة سلامة الداتا ايه اللي بتوصل من السندر والريسيفر. الافيلابيليتي معناها هي الإتاحة، أو إن أنت عندك النتورك بتاعتك بيبقى متاح ليها إن أنت بيبقى تأكسس أي ريسورس في أي وقت 24/7، فدي بيسموها الأفيلابيليتي. فدول الثلاث حاجات اللي أنا لازم أنا أقدر إن أنا أعمل لهم بروفايدنج، هي عشان خاطر أقدر أقول إن أنا بضمن السكيورتي بتاعتي. هي الكونفيدنشلي، إن الحاجة دي كونفيدنشال يعني حاجة سرية محدش يقدر يعرفها، محدش يعرفها غير أنا وأنت سندر والريسيفر. انتجريتي هي سلامة الداتا، ان الداتا بتوصل في خلال النتورك ما بيحصلش فيها اي تزوير اي مسيوز اي حاجة. تالت حاجة هي الافيلابيليتي، هي درجة الاتاحة، او ان انا ابقى متاح في او كل الاوقات، بحيث ان انا اقدر ان انا ابعت الداتا بتاعتي باطمئنان شديد. ده كده كان البيزك كاركترستكس بتاعت الكمبيوتر نتورك، او الاربع محاور الاساسيه اللي انا ببص عليهم دايما. هو اول حاجه اللي هي الفولت توليرنس، هي التعامل مع الاخطاء بيبقى ازاي جوه النتورك، بيحصل فيليرز في النتورك ورغم ذلك ان النتورك بتكمل كونتينيو ووركينج وتشتغل بشكل مظبوط وسليم جدا ومفيش اي مشكله بتحصل. سكالابيليتي معناها ان انت عندك النتورك بتاعتك بيحصل فيها جروينج، بتكبر بشكل كبير جدا، ورغم ذلك النتورك بتبدا البرفورمانس بتاعها بيبقى زي ما هو وشغاله بشكل مظبوط وسليم جدا. تالت حاجه، حاجه اسمها الكواليتي اوف سيرفيس، هي كفاءه الخدمه اللي انت بتاخدها من النتورك بتاعتك، وكفاءه الخدمه دي هي الحاجه اللي انت بتضمنها بحيث ان انت بتشوف وتعرف ان الحاجه دي بتوصل للريسيفر بتاعك او الريسيفر اللي انت محتاجه، مفيش ليتنسي، مفيش تاخير، مفيش ديلي بتاخد، مفيش اي داتا لوس، مفيش فقدان في شكل الداتا. رابع حاجه، الحاجه اللي هي السكيورتي، والسكيورتي دي انا بتضمن اربع محاور اساسيه. اخر حاجه هي درجات الامان، وهي السكيورتي، هي ان انت بتقول ان انت لازم تكون ان انت عندك الابيليتي في النتورك بتاعتك اللي انت بتعمل لها اناليسيس اند ديزاين،
ان انت بتبريفنت اي مس يوز، اي سوء استخدام، اي انوثورايزد اكسس، اي فروجري، اي تزوير في الداتا. ولازم ان انت تكون بتبروفايد 3 حاجات مهمين جدا، هي ان كونفيدنشلي يعني السريه التامه، انتجريتي اللي هي سلامه الداتا بتاعتك، وبعد كده الافيلابيليتي ان انت متاح ان انت تبعت خلال النتورك. بكده نكون حطينا ايدينا على اول اهم 4 كاركترستكس، او هي الكاركترستكس الاساسيه اللي انا من خلالها اقدر اقول ان انا عملت very good effective analysis and design للنتورك. لازم يكون النتورك بتاعتي بتضمن ال4 حاجات دول. طول ما النتورك بتاعتي بتضمن ال4 حاجات دول، يبقى انا كده عملت very good analysis او effective analysis and design للنتورك بتاعتي. شكرا جزيلا لحضراتكم، ودي كده دي كده المحاضرة اللي بتكفر السمات الأساسية والرئيسية للكمبيوتر نتورك أناليسيس.